أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم 8 آب اضراب للمصارف استغربه عدد كبير من الأفرقاء على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وربما السياسية. في لبنان اليوم ومنذ 10 أعوام ومنذ 20 عاما ومنذ ربع قرن عدد كبير من المراقبين يجمعون على سوء في إدارة أمور الدولة والناس مع هدر مستمر. إنما ما قبل 10 أعوام كانت الأمور ماشية لأنه كان في كتير مصاري بالبلد. في لبنان اليوم صراع قوي وشديد بين محاور أو بين محورين في المنطقة، واللبنانيون الموجودون في السلطات أو الموجودون على ساحة العمل السياسي يتحاربون سياسيا بشكل يمكن وصفه بالأسوأ منذ الثمانينيات. نقول ذلك لنذكر أنه حتى في عهد كان معروفا بمحور شمعون ضد محور المد الناصري كانت المجالات الاقتصادية في لبنان في أحوال مجلية، لا بل كان لبنان درة الشرق ومحط أنظار الغرب. وحتى ما بعد عهد شمعون أتى عهد فؤاد شهاب الذي هو الخصم السياسي لشمعون كانت هناك دولة واستمرار للنهضة. وإذا سرنا في المنطق الذي سردناه ولو نسبيا بحسب كل مرحلة من مراحل تاريخ لبنان في الأعوام 70 التي مرت، نفترض أنه بإرادة حسنة وبإدارة حسنة وبقضاء فاعل وطبعا يعني بفصل عن الصراع السياسي يمكن للبنان أن يكون بأفضل بكثير مما هو عليه اليوم، ولن تؤثر فيه تطورات الخليج ولا صراع المحاور ولا مشكلة إدلب ولا تناحر روسيا الأطلسي، أو بالأحرى لكانت التأثيرات أقل بكثير من التأثيرات في أي منطقة من العالم. لبنان 10452 كيلومتر مربع يعادل بالمساحة الجغرافية نصف مدينة عالمية. لبنان بحيوية مجتمعه الإيجابية لا السلبية يعني لا ينقصه سوى الإدارة والقضاء، فيما الجيش والقوى الأمنية حاضرة وهي متماسكة حتى الآن وهي عمود فقري لوحدة لبنان. معنا مباشرة الأستاذ يوسف دياب الصحافي والزميل والكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. تحياتي أستاذ جلال وشكرا للاستضافة. يعني 8 آب قبله 7 آب إذا بتتذكر 2001 مصالحة الجبل. صحيح. كنا بنتمنى تتعمم بكل لبنان، بس خلينا نبلش قضائيا. مرق 4 آب بعد سنتين وانعملت الهمروجة الكبيرة وحتى الشاهد على الانفجار نصه عم يتهاوى. صحيح. أستاذ يوسف بكل تجرد، هل لو نقلت القضية إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزارات كان الصدام السياسي والاحتدام السياسي كان أثر على هالقضية بحد ذاتها عدليا؟ تحياتي أستاذ جلال. طبعا يعني بالبعد السياسي مفهوم الطرح اللي حضرتك عم تطرحه، واللي أنا بتصور يمكن هيدا اليوم محور الصراع القائم اليوم حول ملف انفجار مرفأ بيروت. في يعني مجموعة من السياسيين وزراء ونواب وقادة أمنيين ملاحقين بانفجار مرفأ بيروت، وهودي الأشخاص اليوم في عندهم محميات سياسية، يعني في أحزاب وفي جهات سياسية تحميهم. ولو سمح للقضاء أن يستمر بملاحقتهم لأنه كان بدل بشكل أو بآخر إلى شبه إداني أو شبه شبهات على هذه القوى السياسية اللي عم تحمي هؤلاء الوزراء والسياسيين الملاحقين، ولذلك اليوم كان في حرب شعواء على المحقق العدلي القاضي بيطار وعلى المسار اللي اعتمدوا بهذا الموضوع. أكيد لو كان اليوم القاضي بيطار أنه قال هودي صلاحية المحاكمة بالنسبة لألون تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كانت استمر التحقيق كما هو عليه، ويا دار ما دخلك شر، إلا إذا كانت المنظومة نفسها اكتشفت أنه المسار أو المنهج اللي عم يتبعه القاضي طارق بيطار أوصل إلى خيوط قد تحمل هذه المنظومة السياسية مسؤولية ما حصل بانفجار مرفأ بيروت. بمعنى أنه يعني اليوم إذا هذه التحقيقات من خلال تتبع المسار اللي اتبعته الباخرة اللي كانت حامل النترات من جورجيا لليونان لتركيا إلى مرفأ بيروت، إذا كان ثمة طرف سياسي أو حزبي هو على معرفة بوجود هذه النترات
ولماذا أفرغت في مرفأ بيروت ولماذا بقيت 7 سنوات بحماية سياسية وأمنية لكانت طبعا سلكت نفس المسلك اللي عم يسلكوه هلا. وأنا بتقدير تفضل. نعم. هون يعني نحن عم نطرح، نحن ما عم نقول أنه القاضي طارق البطار وجه له تحية أنه عم يغلط أو غيره عم يستهدفه أو مش يعني اليوم إذا القاضي بطار تابع القضية مثل ما هي بتحقيقاته. نعم. العادية وبالذات الوقت قال هالأسامي هيدي رح نرفعها لمجلس محاكمة الوزراء والنواب. هلأ هو بيوصل لخيوط معينة بيقدر انت بخبرتك الصحفية والعدلية بخبرتك انه اذا وصل لخيوط معينة تستهدف هؤلاء الموجودين كسياسيين ما بيقدر يرفع شو عنده لا مجلس، يعني بيكون شال عنه تهمة انه هو بده يحاكمهم هو بحد ذاته. بالفرق هو انه كل شيء بيوصل له بيبعتهم على بالمبدأ. هذا الطرح معك حق في استجهاد. نعم. طبعا يعني ما كانوا استهدفوه بهالطريقة يعني. طبعا بس لأرجع أردك للموضوع الأساسي وهو انه هيدي المنظومة السياسية لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتيجة بغض النظر عما إذا كان في سياسيين ولحقون. نعم. ولا لا، كانت من القضايا المطروحة أنه القاضي بيطار يعتبر أنه كل الأشخاص الذين تحوم حول شبهات أو بالحد الأدنى مسميين. كل الأشخاص الذين هم على علم بوجود النترات بمرفأ بيروت ولم يقوموا بأي جهد لإزالة هذه النترات من مرفأ بيروت. نعم. يتحملون مسؤولية بما فيهم السياسيين والقاضي الأمنيين والقاضي العسكريين رئيس حكومة وقضاة ووزراء وإداريين. طبعا وإداريين وقضاة حتى وقضاة. نعم. وهو اعتبر حاله أنه صاحب صلاحية بملحق كل هودي الموضوع. طبعا القاضي بيطار لو كان اليوم الوزراء المدعى عليهم والنواب المدعى عليهم لم يمثلوا أمامه كان رح يأخذ إجراءات هو معينة بالحد الأدنى أنه بيعمل بلاغ بحث وتحري، بيعمل مذكرة أحضار، بسقفة بيعمل مذكرة توقيف غيابية. ومذكرة التوقيف نحن بنعرف اليوم أنه ما عم تتنفذ. نعم. بدليل أنه في مذكرتين ضد الوزير علي حسن خليل وضد الوزير السابق يوسف فنيانوس ولم تنفذ هذه المذكرات. لكن أيضا كان باستطاعة القاضي بيطار أن يستكمل تحقيقاته وعندما يصل إلى القرار الاتهامي بده يقول أنه فلان وفلان وفلان مسؤول عن هذا الموضوع والوزير فلان والنائب فلان والرئيس فلان هيدي مسؤوليته الجزائية بهذا الموضوع وهيدي مسؤوليته السياسية بهذا الموضوع ولم يقم بالدور المطلوب منه ولذلك أنا بوجه له الشبهة أو بوجه له التهمة لكن أنا لم أستطع ملاحقته لأنه لم يمثلوا أمامي. نعم. كان بيقدر يعمل هذا الشيء. ما نحن لنوصل بالسياسة. صحيح. كمل. كان بيقدر. نعم. يعمل هذا الشيء لكن أنا برجع بقول لك أستاذ جلال هني بيخافوا أنه القاضي بيطار يذكر هذا الشيء بالقرار الظني. طيب هون بالسياق المنطقي والعدل اللي حكيت فيه. نعم. ما بيستحضرنا سؤال هون أنه ليه ما طلع قرارات أو قرار ظني؟ لا ما طلع يعني انه القاضي البيطار انه طيب السياق في سياق معين. صحيح. منطقي وعدلي يعني. صحيح. سليم. صحيح. لا بعد يعني هل هي مشكله توقيت او مشكله خوف او مشكله معنويات او مشكله سياسيه بالنسبه له ولا واحد من هول ما في لانه لحلك ليش اليوم القاضي او انت اليوم استاذ جلال انت صحافي كبير ومذيع. نعم. مزبوط ولا لا انت اليوم اذا عم تحضر نشره الاخبار فيك تاخد تلت النشرة وتطلع لحتى تزيعها وعندك أحداث كتير كبيرة عم تصير حولك ما أنا موجودة ضمننا. أكيد لا. والقاضي طارق بيطار نفس الشيء عمل جزء كبير من الاستجوابات عمل قسم كبير من الاستنابات بقي فيه عدد من الأشخاص يجب أن يستجوبهم ما قدر استجوابهم لأنه إفاداتهم مهمة وأساسية ولا يستطيع أن يغيبهم عن التحقيق في استنابات بسطرة للخارج وينتظر أجوبتها وبالتالي ما بيقدر يخليها خارج القرار الاتهامي وخارج الأدلة الموجودة وهن مش عم يحضروا لا يحكوا تماما وبالتالي هن ما عم يحضروا دعاوى الرد اليوم تتوالى عليه لحتى يمنعوا يكفي هذا التحقيق وبالتالي القاضي بيطار من 23 كانون الأول حتى الآن لم يحقق ورقة إضافية بالتحقيق بسبب دعاوى الرد
ودعاوى النقل ودعاوى مخاصمة الدولة المرفوعة قدامه، وبالتالي إذا ما استكمل هيدي الإجراءات من الطبيعي ما بيقدر يعمل قرار الاتهامي أو القرار الظني، لأنه ما اكتملت المعطيات عنده. صحيح صار عنده أكثر صورة يعني واضحة بالضبط 100% أكترية الأدلة اللي هو بيحتاجها، بس انت اليوم عندك اذا طلع قرار بيقولوا له وين الناس ما حكوا تماما اقوال بدك انت اذا بيكون عندك نقص بالملف هيدا اول شيء يسيء للقاضي اللي عم يعمل شغله ثانيه هيني للاطراف الاخرى انه تبطل كل التحقيقات اللي عملها وتقول انه انت التحقيقات اللي عملتها ناقصه وبلا قيمه قانونيه يعني انا في عسر في عنا عقد طبعا يعني. طبعا ولذلك هو ما عم يعمل قرار الظني لانه هو عنده عقبات قانونيه تحول دون انجاز التحقيق ودون استكمال الاجراءات لحتى يعمل قرار ظني. مثل ما قلت لك انه انت ما فيك تطلع بتنشره وتطلع لحتى تذيعه وعندك والله حدث بغزه بيأثر أو مثلا ملف ترسيم او شيء اساسي، لانه اليوم متكاملة. اليوم افاده السياسيين استجلال مهم كتير، افاده القاده الامنيين والضباط المدعى عليهم واللي هن كانوا على علم بوجود النترات بده اجوبه عليها والقضاة كمان تماما وايضا الاستنابات اللي سطرها للاخر للخارج واللي طلب فيها من اجهزه خارجيه ومن دول استجواب قبطان السفينه، استجواب صاحب النترات اللي هو صدرهم على لبنان، اجوبه عن صور الاقمار الاصطناعيه في دول كتير بعد ما اعطيتك اياهم، بالتالي هودي ما في غيبهم قبل ما يطلع القرار الظني. الاقمار الصناعيه رح نخليها للمحور التالي. نعم. قضيه توقيع الوزير المالية على موضوع الغرف كلها صحيح. والاقتراح اللي طرحه أبو صعب نائب رئيس مجلس النواب كحل، هل هي في طريق الحل وقديه ممكن تأثر بتقصير المسافة ليكون طلع؟ ما في شك أنه لو كانت اليوم وزير المال وقع مرسوم تشكيلات اللي عائدة إلى تعيين رؤساء محاكم التمييز وعندما يعين رؤساء محاكم التمييز حكماً بتصير الهيئة العامة لمحكمة التمييز مكتملة للأعضاء، والهيئة العامة لمحكمة التمييز هي المخولة اليوم أن تنظر بدعاوى الرد أو عفوا دعاوى المخاصمة أو المداعاة ضد الدولة على الأخطاء أو ما يسمى الأخطاء اللي ارتكبها القاضي طارق بيطار. لو محاكم لو الهيئة العامة لمحكمة التمييز استكملت بهذا المرسوم وصدر كانت بتت بدعاوى عدد من الدعاوى المقامة قدام القاضي بيطار وعدد من دعاوى المقامة على القضاة اللي عم ينظروا بملف رد القاضي. هلا شهر ونص تأخير بس مشان ما وأكتر أكتر كثير صرنا أكتر من شهرين ونص. نعم. وبالتالي تعطيل هذا المرسوم هو بقرار سياسي، لأنه القرار السياسي اللي معطل القاضي بيطار عن القيام بتحقيقاته هو ذاته اللي مانع وزير المال يوقع هذا المرسوم لحتى الهيئة العامة. هل أخذ مجرى الاقتراح؟ هلا عم يقولوا أنه الوزير نائب رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب طرح الفكرة قدم مثل اقتراح. نعم. أنه بمعنى أنه أو بتزيد غرفة على محكمة التمييز بتصير 6x6 أو بنقص غرفة وبتصير هذا. هل اليوم الأطراف تقبل بهذا الموضوع؟ أنا باعتقادي اليوم مجلس القضاء الأعلى ما عنده مشكلة بهذا الموضوع، هو بده مسار العدالة ينطلق وهو قابل لحتى يبحث بهذا الموضوع بتزيد غرفة لأنه في نقص كتير. نعم. بمحاكم التمييز. بس أنا برجع بقول لك اليوم إذا كانت هيدي الخطوة أنجزت هل يوقع المرسوم؟ أنا بتقديري لا يوقع. بدليل السجلات وزير العدلية وزير المال، خلينا نرجع لعند وزير المال. طيب اللي اكتشف أنه هلأ بالمناسبة وزير المال ما له حق يعترض على التشكيلات القضائية، وزير المال هو بيشوف إذا القضاة اللي رقوا إلى محاكم التمييز بحق لهم ببدل مالي عن هذه. نعم. الترقية بيوقعوا أو ما بيوقعوا. أما إذا كان بده يشوف أنه في ميثاقية أو في توازن طائفي هذا من شغلته، هذه شغلة رئيس الحكومة وشغلة وزير العدل وشغلة رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى قعد وأكد على هذا الموضوع. طيب مسألة تانية خلينا نرجع نقول لو فرضنا أنه وزير المال معه حق بهذا الموضوع أو لفت له النظر مثلا. طيب يا خيي من 2010 لحد الآن أو من 2011 وزير المال هو من فريق الرئيس نبيه بره ولا مرة اعترضوا، مرقت أربع تشكيلات قضائية ولا مرة اعترضوا على واحد فيها. مشان هيك بتقول اليوم تعطيل مرسوم التشكيلات هو بقرار سياسي. وطبعا اليوم مجلس القضاء الأعلى في قضاة من الطائفة الشيعية الكريمة وبيعرفوا بالقانون كتير مليح
وخبراء أكيد ما غيبوا عن رئيس نبيه بري هذا الموضوع وبيعرفوه، مشان هيك أنا بقول لك تركوها لهلا لحتى يطولوا. صحيح صحيح، مشكلة سياسية. طيب أستاذ يوسف دياب، اليوم مثلا بتلاقي في دول بتسمى أنه المعسكر الليبرالي أو مش معسكر، المحور الليبرالي، معسكر الليبرالي ما بتزبط، الليبرالي بيقول لك نحن بندعم الحقيقة وبندعم العدل وبندعم الإنصاف والمساواة. طيب الدولة اللبنانية طلبت أو ما طلبت، بتقول له أقمار صناعية، هذاك بيقول لك نحن القمر الصناعي اللي بخصنا ما كان هون، وهذاك بيقول لك ما كان هون، وهذاك بيقول لك. يعني إذا عم نحكي بالنية، لأنه أدخل عقد بتعقده، إذا ما في نية ما بيمشي الحال. طيب إذا هو داعمك وداعم الحقيقة ما بيعطيك صور أقمار صناعية، يمكن روسيا قال عطيت، شو صار بهذا الموضوع؟ أولا يعني أنا بأيدك بهذا الموضوع أستاذ جلال، وهذا كل يوم يزيد الشكوك عن مصداقية المجتمع الدولي إذا بده يساعد القضاء اللبناني بهذا الموضوع. ليش؟ ما معقولة يعني ما بتجيب واحد بيعرف بالحد الأدنى من العلاقات الدولية أو السياسة الدولية وبيقدر يقول لك أنه ما في قمر صناعي موجود فوق مرفق بيروت أو موجود على الشاطئ اللبناني لأكثر من سبب. أولا لبنان بكونه خاضع لل 1701 في رقابه كثير كبيره على الشواطئ، هذا المفروض. نعم، قانون ماجنسكي بالنظام السوري قانون يرصد اي عمليه تحرك على الشاطئ اللبناني امتدادا لطرطوس، وبالتالي القمر الصناعي موجود. انا اخشى ما اخشى انه يكون حتى المجتمع الدولي اليوم متواطئ الى حد ما بهذا الموضوع. ليه؟ لأنه في كتير من الفرضيات الموجودة أنه المرفق قد يكون تفجر بخطأ التلحيم، قد يكون فجر بحريق من الداخل، قد يكون فجر بعمل أمني من الداخل، وقد يكون باستهداف إسرائيل بصاروخ إسرائيل، أو حتى بعمل يمكن إسرائيل مجندي، يمكن حدا بيكمل تماما حدا بيفوت بحط لك صواعق بتفقع بتولع الحريق بتوصل للنتيجة اللي وصلنا لها. مشان هيك أنا بقول تردد والتلكؤ بهذا الموضوع يثير كتير من الريبة. إذا كان هذا الموضوع يقود، أنا عم بستنتج، أنا ما عندي معلومات، عم نقول أنه أقمار صناعية طبعا، وهيدي من الفرضيات اللي بعدها موجودة، ما أهمل المحقق العدلي. إذا اليوم الأقمار الصناعية كشفت أنه في صاروخ جو أرض أصاب المرفأ وفجر المرفأ، هذا يحمل إسرائيل تبعات مالية وسياسية وأمنية وعسكرية على مستوى المنطقة بشكل كتير كبير، وبالتالي هذا المجتمع الدولي يبدو متقاطع مصالحه كله على موضوع تجنيب إسرائيل هذه المسألة. وكلنا بنتذكر أستاذ جلال فور حصول الانفجار بعد 5 دقائق طلع نتنياهو قال حزب الله يتحمل مسؤولية ما حصل بمرفق بيروت بسبب أعماله، وكأنه أوحى أنه هو استهدف، أنا استهدف. أيوة تماما، مثل ما قال قبل مرة أنه مطار بيروت، محيط مطار بيروت هو مخازن لصواريخ حزب الله، وكان يبرر أنه لا سمح الله لو استهدف المطار، لو ما بين يوم دغري راحوا عملوا جولة المسؤولين وكذا ليقولوا أنه ما في حتى. لذلك أنا بتصور إسرائيل فورا تراجعت، وهيدي التهمة غيبت أو هيدي الشبهة غيبت حتى لا تتحمل مسؤولية ما حصل إسرائيل. مشان هيك اليوم أنا أتفهم من هذا الموضوع وأفسر تردد المجتمع الدولي بعدم إعطاء صور أقمار الصناعية، بعدم إعطاء تقارير حتى الآن تقارير فنية. أنت بتعرف التقرير الفرنسي الأساسي استجلا لهلأ ما وصل للمحقق مثلا، واني قالوا نحن مستعدين، واني قالوا بشهرين، واني قالوا نحن مستعدين. أنا كنت يعني أنا كنت عند القاضي بيطار لما ظهر من عنده الوفد الفرنسي الخبراء، قال بلغوني أنه أنا خلال شهرين التقرير التقني بيكون ناجز وموجود. لحد هلأ ما سلموه للقاضي بيطار، لا يمكن بهالفترة يكون إجا، بس أنا عمل لك لهلأ أنه ما هدروا الوقت تماما، يعني في شيء قصد تماما، ما فرنسا منا بيروت، وخصوصا أنه معنيين بالتحقيق لأنه في ضحايا فرنسيين وفي ضحايا بريطانيين وفي بلجيكيين وفي زوجة سفير أوروبي توفت مشان هيك اليوم هيدا كل الموضوع فيه كتير حوله من الشبهات. مشان هيك أنا بقول أتفهم ليش اليوم هذه الدول ما عم تعطي، لأنه ممكن هذا الموضوع إذا كان إسرائيل اللي علاقة بتاخدنا لورطة كتير، أو بتاخد إسرائيل خصوصا كمان دور مرفق بيروت تماما ودور مرفق حيفا بالمنطقة. مشان هيك كتير بتفهم هذا الموضوع، وهذا يستتبع اليوم رد من لبنان، والرد بده يكون في عليه رد.
هل اليوم نحن ندفع ثمن الحماية الدولية لإسرائيل؟ أنا بعتقد أنه هذه من ضمن الشكوك اللي بعدها موجودة وقائمة إلى أن يصدر القرار الاتهامي ويحسم كيفية حصول. هذا على المستوى الليبرالي الإقليمي. صحيح. في حدا بيطرح سؤال تاني أنه على مستوى أقل، أنه كمان أنه مش رح يجوا فريق لبناني تقول أنه إسرائيل أعلنتها، بيقول له لكان أنت من وراك عملت هيك. يعني تماماً هذا بيجي درجة تانية، بس طبعاً إسرائيل ما لها حق، شو ما كان يكون السبب ما لها حق العدو الإسرائيلي يعمل هالشيء. طبعاً طبعاً نحن مش هيك اليوم. أنا عم بقول إنه بنتمنى إنه هذا الشيء ما يكون موجود. لكن أنت اليوم استجلال، أنت بتعرف منا شيء بسيط حادث السير بس يحصل بمحل معين. حزب الله وأطراف لبنانية بتحمل إسرائيل المسؤولية. انفجار مرفق بيروت، ما حدا وجه اتهام لإسرائيل، حتى السيد نصر الله قال نحن ما عندنا أي دليل أو أي بقطع عن هذا الموضوع، وخلي المحقق العدلي اللي هن معطلينه بالمناسبة أنه يقول هذا الشيء. طيب بالنسبة لروسيا، نحن فهمنا يعني كأنه فهمنا أنه الملف تبع أنه شو في صور عندهم متوافرة سلمتهم للبنان، هيدي كمان ما حدا حكى فيها، ما شفهمنا شيء. المفارقة في شغلة مضحكة هنا أستاذ جلال، الصور اللي سلموها الروس واللي سلموها الأمريكيين للبنان هي صور فوتوغراف بيفور وافتر، يعني انت فيك تاخذهم على موقع جوجل بتصور كيف كان كيف كان المرفق بس بلحظتها ما لا لا بعدين صور فوتوغراف مش انه صور فيديو حتى او صور بيانيه تماما بالحراريه بالضبط حراريه كيف الصور الحراريه ببين تماما ببين يعني حتى لو فوتوغراف اذا بتاخذها متتالي باجزاء الثانيه دغري ببين لا لا هو اعطوك كيف كان المرفق قبل الانفجار وكيف صار بعد الانفجار واليوم اي مواطن لبناني معه اياهم يعني عمل لك انت فوت على جوجل بتجيبهم. مشان هيك اليوم انا عم اقول انه ما في تعاون دولي كما يجب اللي موجود بهذا الموضوع، ولذلك يعني هون بيرجع بذكرنا بالمحكمه الدوليه بقضيه تماماً الشهيد رفيق الحريري تماماً. يمكن هاي اضرب هلا لا هيديك كان في حد ادنى من العمل، كان في عندك لجنه تقصي حقائق، بعدين لجنه تحقيق دوليه، بعدين محكمه دوليه، كان في عمل اساسي اسقطت الحصانات عن كثير من القيادات وجرى استجوابها. اليوم لا، نحن في حماية سياسية وأمنية لرموز اليوم تعتبر بشكل أو بآخر مسؤولة ولو بالحد الأدنى بالتقصير عما حصل. أيضا اليوم في بعتبر أنا وأنا بظن أنه في تواطؤ خارجي مع هذا الموضوع حتى لا نصل إلى نتيجة ربما الكل يخشاها بالداخل وبالخارج. طيب أستاذ يوسف، في حدا ربط بطريقة أو بأخرى أنه من هالناحية عم يغمز من هالناحية انه هذا المجتمع المفروض يدعم هاي القضية ويدعم الناس اللي مركزين على هاي القضية بموضوع الترسيم البحري. طيب موضوع الترسيم البحري اولا هل هو رايح، لو اخذ وقت، هل هو رايح نحو مخارج ايجابية ام انه السلبية تطغى عليه؟ اولا المعطيات اللي برزت بالأيام الماضية كانت بتشجع بتشجع أنه يبدو أنه الكل مستعجل على هذا الموضوع. إسرائيل اليوم كما الغرب، يعني خلينا نتذكر أستاذ جلال أنه الاتفاق الذي وقع بالقاهرة وكان في أطراف مصر وإسرائيل وأوروبا طبعا، هذا لكن ما كان يعني استخراج الغاز من كريش وربط الغاز الإسرائيلي بالأنابيب اللي هي بتوصل على اليونان قبرص، طبعا هيدي ما بقت مسألة في إسرائيلية. في دول وشعوب بدون يستفيدوا تماماً. أنت جاي توقف وأنت بمرحلة سباق مع الوقت، لأنه الأوروبيين جايين فصل الشتاء صار داهم وبدن يعوضوا النقص اللي روسي متأتي عن العقوبات على الغاز الروسي، وبالتالي هيدي مسألة صارت مسألة دولية مش بس مسألة تخص إسرائيل. كنا شفنا الوتيرة متسارعة بالفترة الأخيرة وحتى إسرائيل كانت متعاونة، يعني أنت اليوم وقت اللي بتعطي جواب للموفد الأمريكي أوكشتاين وبتقول نحن ما عندنا مشكلة بالخط 23 وتقول حتى لو انه بسيطة المسيرات بس انه غيبتها، عندها كان شرط اساسي واحد وواضح وهو بتعرف انه هي بدها جزء من البلوك رقم 8 لحتى تمرق الانابيب اللي هو على ضفاف 23 تمام اللي بتمرق فيه الانابيب، لانه هي ما فيها اليوم بتعرف مكل فيه اذا الانابيب ما بدها تكون تمرق على هذا الممر.
وبالتالي لا كانت الأجواء إيجابية. هلأ برزت عناصر جديدة بالساعات الماضية هي ما حصل بغزة. نعم. يعني العملية اللي صارت ما بين الجهاد الإسلامي صحي وهذا رجعت مبارح ووصلنا لوقف إطلاق النار. مشان هيك أنا بقول اليوم كل هيدي الأجواء الإقليمية والدولية المتسارعة واللي بتفرض عملية تبريد حتى ندري عملوا وقف إطلاق النار. طبعا نوجه تحية لأهل غزة طبعا لصمودهم ولتضحياتهم والتحية لأرواح الشهداء والأطفال اللي سقطوا. حتى الخطاب اللي صدر عن السيد حسن نصر الله بليالي العاشورائية ما كنا شعناها منشوف في تصعيد. طبعا كان عمول نحن المقاومة ما رح تفرط بحقوق طبعاً. لبنان مقاومة جاهزة لأي اعتداء بيصير على لبنان هي تتدخل. طبعا هذا مفهوم, هذا خطاب يعني معتاد عليه وواضح من زمان. لكن أنا لا بتصور أنه الأجواء أفضل. أفضل نعم, وهذا بيعكس لك أنه يعني التهدئة السريعة اللي حصلت بالأمس, مسارعة إسرائيل للحديث عن تسريع عملية التفاوض بشكل كبير والوصول إلى اتفاق, حتى أنه هي أخرت موضوع الاستخراج, حكيت عن تأخير يعني لا يقول أنه ما علينا نحن بس حتى نوصل لاتفاق. صحيح صحيح, وهي بالتالي بدأ اتفاق ناجز بكل عناصره بكل تفاصيله. مشان هيك أنا اليوم بقول لا, أنا البعد يعني فرص النجاح بالتسوية لترسيم الحدود البرية هي أفضل بكتير من السابق. أستاذ يوسف, إذا أنجزوا اتفاق أولي للترسيم بالقانون الدولي أو بالقانون العام, بيقدر مثلا لبنان إذا أو حيالله أو فلسطين أو حدا لقى ثغرة بوقت التطبيق بيقدروا يرجع يبحثوا فيها؟ القانون بيتحلن يرجعوا يبحثوا فيها أم أنه خلص بيصير مبنى؟ أولا يفترض أنه يكون كله بين, يعني مفروض قبل ما توقع اليوم أنت أي اتفاق أنت مالك طبعا يعني الأوراق. قبل ما تكون أنت طبعا لبنان ما حيوقع اتفاق مع إسرائيل لا في أطراف دولية بطريقة غير مباشرة طبعاً. في الأمم المتحدة, في الأمريكيين اليوم هني عاملين حالهم وسطاء بهذا الموضوع. لا يفترض, بعدين في خبراء قانونيين وفي الجيش والجيش وطبعا وفي خرائط موجودة بريطانية, وبالتالي هذه الأمور بدها تكون واضحة. بس برجع بقول هذا الشيء وارد, إذا حصل الخطأ وارد, بس أنت اليوم وقت اللي بتتجاوز المطبات أو الحواجز اللي هي صعبة وبعدين بتواجهك عسرة صغيرة, أنا بتصور بتتجاوزها. حتى بما خص اليوم البلوك رقم 8 اللي هو حد واللي هو ممكن إسرائيل أنه تحتاج اسمه, أنا بتصور بوقت من الأوقات ربما رغم أنه اليوم لبنان عم يقول أنه نحن ما في شراكة ببلوكاتنا وما بدنا يدقوا صحيح, ولكن اليوم لبنان بحاجة لهذا الموضوع. لأنه اليوم نحن إذا بعد سنة أو سنتين استخرجنا غاز أو طلعنا غاز, كيف أنت بتصدره لبرا؟ كيف بدك تبيعه؟ بدك تكون جزء من هيدي الأنابيب اللي عم تدخل لبنان. كل شيء بتطلعه ما بيعمل لك أنابيب, بدك تكون من ضمن هذه الأنابيب اللي موجودة. خلال 10 سنين كانوا عم بيحضروا لهالموضوع. طبيعي الإسرائيلي عم يشتغل من زمان, وكانت قبرص واليونان وهني شغلينا بشكل متقن. هل تؤيد لهين بغير شيء؟ هل تؤيد ما أعلنه الرئيس بري؟ يعني الرئيس بري دايما بشيل الأرنبة طبعا. قال هو اتفاق الإطار, صار يقولوا له طيب اتفاق الإطار أنت فرط بال 29, برد الرئيس بري بيقول نحن كل شيء فاوضنا ما جبنا سيرة لا 23 ولا 1 ولا 29, نحن قلنا أنه هذا الموضوع رح يكون. هل فعلا أنه الدولة اللبنانية عندما لم تعدل بال 6433 انه كانت متكله انه الاتفاق الاطار ما بيحكي عن ارقام 29؟ صحيح, وهذا اجواء, حتى اجواء الرئيس نبيه بري ونعنا هذا نعم. فاجأنا هذا الموضوع انه حتى بالمفاوضات اللي خاضها دوله الرئيس نبيه بري كنا عم نحكي عن 860 كيلومتر, يعني ما جبنا سيره كريش ولا الخط 29 اللي هذا رجع طلع فيها العميد ياسين بالفتره الاخيره. وكنا نحن بالفعل متفاجئين انه ليش اهمل هذا الموضوع, ليش المرسوم بقي بالقصر الجمهوري ما وقع. هلا قيل انه هيدا رح يكون بدون جدوى ورح يأخر المفاوضات بشكل عبثي, لأنه بعدش يرجع على المفاوضات تماماً. نحن عملنا له أثارة لعاب في الإسرائيلي لا يرجع على المفاوضات 100%. مشان هيك اليوم لبنان تجاهل هذا الموضوع, وإذا بدك غنج الإسرائيلي بكريش يعني بشكل غير مباشر. وحسناً أنه أنا برأيي حسناً أنه لبنان حصل على الخط 23 كامل, يعني وحقق القناة كامل, هذا شغلي
كثير مريح، رغم انه بيقولوا اليوم انه لبنان ما عنده خرائط بتثبت انه حققنا فيه غاز، لكن بخلاف كريش يعني اللي هو غني بالحق. في ناس بيقولوا هيك، لكن الخبراء بتقول انه كل هيدي المنطقه ما موصوله ببعضها تماما، غنيه بالنفط وبالغاز والابار يعني متداخله مع بعضها. مشان هيك اليوم لبنان، وانا برايي على حق، هو يستعجل هذا الموضوع، وانا اؤيد اليوم ما يذهب الى حزب الله بالتلويح بالقوه انه ما تستخرجوا الاسرائيليين الغاز قبل ما نحن نستخرج، لانه هيدي الابار تماما 100%. يعني اليوم انت موجود عفوا بهذا الاستديو وفي تحت منا كبير، طيب اذا انا عم بحفر هون وانت هونيك بس عم ناخذ من بعدين نفس ما بده شيء عندهم تماماً. بيقدروا بيقدحوا افقيا مثل ما عملوا بالماي بالزمانات على حدودنا وحدود الاردن واسرائيل 100%. لذلك انا لا، برايي اليوم انه احنا خلينا نستفيد من نقاط القوه اللي عندنا، خلي الحمد لله الدولة اليوم متماسكة بأحد الملفات، هذا الملف الوحيد اللي ما أنا مختلفين عليه صحيح، ويبدو أنه في قبول أمريكي بتسيير وضع اللبناني لهذا الموضوع. وكلنا عم نقول يا عمي إذا ما ذهبنا بشكل سريع إلى الاتفاق على استخراج الغاز والنفط، نحن بدنا نضل يعني عم ندور بأزمة، وربما عم نحفر بأزمتنا أعمق مما هي عليه اليوم. عم ننقب على الأزمة بل ما ننقب على الغاز، على النفط والغاز. لذلك إن شاء الله يا رب أنا متفائل، لا أنه بده يكون في إن شاء الله اتفاق قريب. رح ناخد فاصل أستاذ يوسف الدياب، بعد الفاصل بدنا ننتقل من التنقيب عن الغاز هل بيصير للتنقيب عن الحكومة عن الحكومة وعن الرئاسة. نعم. ناس بيقولوا انه لا ما بده يعطوها لفخامة الرئيس عون انه اتفاق الترسيم، ناس بيقولوا من بعد لا لا، بعد الفاصل نتطرق الى هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ يوسف الدياب بنرحب فيك مرة تانية. شكرا. يعني ما بعرف كل يعني حتى شربة الماء بلبنان صارت يعني موصولة بالسياسة أكثر من أي وقت مضى. في وجهة نظر بتقول أنه ترسيم في تفاؤل فيه، ولكن ما رح يعطوه هدية لبعض، كأنه الترسيم هو يعني للرئيس عون أو لا. ما الترسيم هو لكل الناس، بس من الناحية المعنوية السياسية برأيك الترسيم رح يكون أول شيء يعني قبل عن مهلة الدستورية نحن عم نحكي صحيح. طبعا اذا صارت صحيح. برايك هل فعلا انه هيك عم بصير الترسيم رح يكون او هالشيء؟ يعني لازم نطلع من هذا الجدل البيزنطي اللي عن جد ما له قيمه. اول شيء النفط والغاز مش الرئيس ميشيل عون اللي اوجده ولا هو قال له تعالوا لندلكن عليه وين موجود. هذا موجود نعم. من زمان ومن الستينات بينحكى عنه. نعم ايام ال 56 ايام كميشا بال 2007 انحكى عنه، وبال 2011 وكان في محاذير بتعرف سياسيه طبعا، محاذير دوليه سياسيه اوعى يخلوه بالجرور وما يفتح علينا ابواب الجهنم داخليه وخارجيه. نعم. اليوم أما وأنه صار هذا الموضوع مش لأنه لبنان هو عنده ترف وعم حاجة خارجية، لأنه في حاجة خارجية إجت اليوم من الحرب الروسية على أوكرانيا فرضت واقع جديد إن شاء الله نستفيد، وإجت إسرائيل بموضوع تسريع وتيرة استخراج الغاز، إجا لبنان لحتى إلا أنت ما فيك تتفردي بهذا الموضوع وبالذات الوقت المقاومة الموجودة هون تماماً. اللي هي لو الدولة ما عم تتبنيها ولكن عم تفرجيها انه انا بقدر اخرب لك 100%. مشان هيك اليوم نحن عم نقول هيدي عناصر القوة سائبت بالوقت الزمني، هي موجودة بهيدا الوضع. اليوم هل يتحقق هذا الشيء بعهد الرئيس ميشيل عون؟ نحن بنتمنى اليوم، نتمنى يكون سنة الماضي، بالعكس هذا اذا يعني هذا الانجاز لنه من عشر سنين ولا لحدا، هذا لللبنانيين. وحتى لو تحقق ما بيكون رئيس عون عمله، ما هو اللي كان عم يخوض المفاوضات ولا هو اللي كان فيه فرق وفي مهم دول منيح يعني. تماما تماما احنا بحاجة لها. لكن هل اليوم هذا الشيء يحصل بآخر عهد الرئيس ميشيل عون؟ أنا ماني متفائل بسرعة بالوقت. ليه؟ لا لسببين. تفضل. لنفوت هون على موضوع الاستحالة. حتى وزير الخارجية عم يقول انه مش قبل نص أيلول ممكن نرجع لطاولة المفاوضات نحن والإسرائيليين. بده ثلاث جماع ليجي تماما ليجي هوكشتاين ونعرف شو الجواب اللي بده يرده، يمكن نحن نحط ملاحظات يمكن يرجع يبلغها للإسرائيلي.
المسألة الثانية أنه حتى الإسرائيلي ما عاد مستعجل مثل الأول، ما بنعرف شو السبب يعني، بس هو قال أنه بالفترة أنه القيادة الأمنية بلغت الحكومة الأزمة عندهم أنه قد يتأخر موضوع استخراج الغضب، وذلك أنا لذلك أنا بقول قد لا يحصل هذا الشيء بعهد الرئيس ميشيل عون، ربما ببداية العهد المقبل أو لا سمح الله إذا ما وقعنا بفراغ رئاسي يمكن حكومة تصريف الأعمال بدها تدير هذا الموضوع. لذلك أنا بقول ما لازم نتوقف عند الوقت الزمني. أنت اليوم إذا مثل ما بيقولوا إذا استعجلت الشيء قبل أوانه عقبت بحرمانه، وتأخيره المفرط أكيد ما لا يصب بصالح البلد. في وقت يجب أن يستثمروا لبنان، وقت اللي بتلاقي الظروف ناضجة لهذا الموضوع يجب أن نستفيد من اللحظة المؤاتية ونروح على اتفاق نهائي وناجز وواضح. نعم. مشان ما يكون كل يوم مدار بحث. نعم. بغض النظر مين بده وقع هذا الاتفاق، هلا يقال انه او بنعرف نحن بحسب الدستور انه رئيس الجمهوريه هو الذي يرعى المعاهدات ويوقعها. اليوم اذا ما كان رئيس الجمهوريه بده يكون في حدا، بده يكون في حدا او حكومه تصريف الاعمال او مجلس كلها تتوقع هذا الموضوع، او بيصدر قانون على المجلس النيابي مثل ما تفضلت، او ان شاء الله يا رب يكون انتخبنا رئيس جديد للجمهوريه ورئيس الجمهوريه هو الذي يتولى. حكينا وصلنا على الاستحقاقات. نعم. اول هلا الاستحقاق تأليف الحكومه يبدو انه طبخه بحث. المهل الدستوريه، القانون الدستور دائما فوق القانون. صحيح. طيب بكره بواحد ايلول مسابقه انه عيد لبنان الكبير 102. نعم. رح ندخل بالمهله الدستوريه لانتخاب رئيس للجمهوريه. في عنا من 31 تشرين الاول. طيب هون الجدل الدستوري والقانوني انه حكومه تصريف اعمال موجوده وما في، لنفترض ما انتخبوا رئيس من هلا ل 31، شو بصير؟ هل بصير مشكل؟ هل بصير فراغ؟ هل الرئيس الجمهوريه ما بنعرف هو عم بيقول انه انا ب 31 فالل وبده يكون في يكون في رئيس؟ حكومه تصريف الاعمال هل تعبئ الفراغ؟ اولا لا سمح الله اذا ما صار انتخاب، اولا استاذ جلال احنا كنا بنتمنى انه يكون في حكومه دستوريه. نعم. حكومه دستوريه جديده يكون اتفق عليها الرئيس المكلف مع فخامه رئيس الجمهوريه، وانه هيدي الحكومه تتولى المهله الفاصله عن انتخاب رئاسه الجمهوريه. ليه؟ لانه في ناس بيقول لك انه نحن امام شهرين ما قلن قيمه ودغري بيقطعوا، بالعكس هودي حساسين. كان يفترض بالحكومه اذا شكلت ان تنجز كثير من المشاريع القوانين ومن المراسيم، وان تطلق مجددا عمليه التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لانه نحن بحاجه لكل ساعه مش لكل يوم، لكل ساعه. واليوم رئيس الحكومة وكل الخبراء بيقول انه اليوم بظل هذا الوضع لبنان كل يوم يخسر 25 مليون دولار، وبالتالي نحن امام عملية نزيف مخيفة، مخيفة جدا. بس كل عمرك كان في حكومات ما تعمل ما تنجز شيء. نعم. هي اصلية نحن كنا عم نقول انه بالوضع الحالي. نعم. الوضع الحالي الطبيعي اصعب وضع بالوضع الطبيعي شو كنا. نعم. لازم وكنا لازم نستغل هذا الوضع الصعب الانهيار اللي. نعم. احنا عم نعيشه، انه لازم نستفيد ما نهدر وقت. يبدو انه هلا موضوع الحكومه الجديده صارت من الماضي، ما بقى حدا عم يفكر فيها. واضح انه اليوم البيانات المتبادله والصراعات وال... صحيح، رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه يعني منسوب التناكد ومنسوب الشتيمه، يعني الهوه والفجوه تتسع بين الطرفين بشكل انه ما بقى في مثل ما بيقولوا ما بقى في حيط عمار بين الاثنين. كل الجسور هدمت بيناتهم. رايحين هلا نحن على انتخابات رئاسيه، يفترض مثل ما تفضلت وقلت باول ايلول الدستوريه لدعوه مجلس النيابه لانتخاب رئيس الجمهوريه. الكلام الذي ينقل عن الرئيس نبيه بري من اجوائه انه تقول هو ليس مستعجلا للدعوه من بدايه ايلول لانتخاب رئيس الجمهوريه، لانه حضرتك بتعرف استاذ جلال انه فور ان يدعي الرئيس نبيه بري الى جلسه المجلس النيابي لانتخاب رئيس يصبح المجلس هيئة ناخبه، ما في عنده اكثر من هيك، يعني ما عنده صلاحيه يعمل اي تشريع، ما في لا يشرع ولا يعمل شيء. لذلك يبدو انه الرئيس نبيه بري سيؤخر الموضوع الى اخر ايلول، سيدعو الى جلسات عامه للمجلس لاقرار عدد من القوانين واللي بيعتبرها قوانين اصلاحيه ملحه يتطلبها صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه، هي بيعتبرها قوانين اصلاحيه من 1 ايلول ل 30 رح يضل بالمبدأ. نعم. الشهر تشرين الأول لا هي شهر يصبح ملزم. نعم.
قدام المجلس النيابي، لانه المجلس النيابي ممكن مش من اول جلسه ينتخب، ولا ثاني جلسه نعم. ولا ثالث جلسه، لانه بدك وقت، تماما بدك مجال، باول جلسه بدك نعم. بدك تلتين المجلس لحتى ينتخبوا نعم. الرئيس، بثاني جلسه بده يكون في نصاب تلتين وينتخبوا نص زائد واحد، هل يؤمن النصاب لهذه الجلسات؟ ممكن نفوت بعمليه صراع وكباش ديلام كثير، تماما تشبه عمليه لما فتنا بالفراغ الطويل الى ان ينتخب الرئيس ميشيل عون. أنا بالمعطى الحالي لست متفائلا بالوصول لاتفاق على رئيس الجمهورية. لا. واضح اليوم الخطاب اللي عم يحكيه حزب الله وحلفائه، والخطاب اللي بالمقابل دكتور جعجع رجع اليوم مكرر، نعم. نعم. انه ما في مجال حتى ننتخب او نتفق على رئيس حكومي من فريق 8 اذار، عفوا رئيس جمهوريه من فريق الممانعه، هذا مساله منا وردي، والمح الى انه حتى لو بدنا نعطل ما حنخليه. يعني عم بيقول جعجع انه الاحجام عن المشاركه مشان ما يجي من 8 اذار شيء، والاحجام عن المشاركه تا ما يجي رئيس مثل ما هن بحبوا شيء ثاني. شيء ثاني. هلا انا برايي نعم. وبقراءتي السياسيه المنطق بيقول ان يكون رئيس للجمهوريه شو ما كان افضل من لا يكون في رئيس او افضل من الفراغ، بس هيك رجالات السياسي نعم. سابقا حتى الموارنه وقت عملوا تعديل بالحرب، عز الحرب عملوا تعديل للدستور، انتخبوا الياس سركيس قبل بست اشهر من نهايه ولايه سليمان بايك فرنجيه، ليضمنوا يستمر انه في رئيس للجمهوريه. نعم. في قول اخر انا اتفهمه ايضا، انه انتخاب رئيس شبيه بالرئيس ميشيل عون او انتخاب فريق من قوى 8 اذار هو تمديد للأزمة لمدة 6 سنوات جديدة. ليه؟ لأنه هذا الرئيس ما رح يقدر يجمع الحد الأدنى من التفاهمات حوله، وعند الاصطدام بأي اختبار مع القوى الأخرى سيتحول فريق، رح يروح على محور تماما، سيصبح فريق مثل ما صار نعم. مع الرئيس ميشيل عون. وعندما يصبح رئيس الجمهورية فريق يعني أنه كل شيء بالبلد سيعطل. مشان هيك اليوم أنا بتقديري نعم. اليوم ما في إمكانية اليوم لتجيب رئيس للجمهورية مثل الدكتور سمير جعجع، يعني إذا القوى السيادية بتعتبر حالها أو يعني هو عم بيقول الثمانية أو الفريق المحور الممانعة بيقول جعجع أنه عنده 61 نايب، عم بيقولهم للأفرقاء التانيين بيقول نحن والتغييريين وكذا بنعمل 67. صحيح. شو رأيكم هذا؟ بس هذا يعني بس هيدا التوازنات استجالا ما فيك تضمنها بتستمر على ما هي عليه، لانه بتتبقى. هو عم يدعيهم طبعا عم يدعيهم، بس كمان بدك تجمع تلتين تماما، بدك تامن تلتين مجلس النواب نعم. بتعمل نصاب نعم، وهذا التلتين بالدوره الاولى هو اللي بده ينتخب رئيس نعم. اذا ما انتخب رئيس بالدوره الاولى ب 86 نايب بتروح على دوره ثانيه تؤمن نصاب ب 86 وبتنتخب ب 65 نعم. هل يعني يتوفر صعب. بكل الحالتين هودي المعادلات ما اول تلتين اول شيء تماماً ما فيك تضمنها. مشان هيك اليوم انا بقول فرص الفراغ تتقدم على فرص نعم. انتخاب رئيس الجمهورية الا اذا حصلت تطورات داخليه او ضغوط خارجيه تستوجب او تفاهمات خارجيه. يعني اليوم ما بتعرف انت من هلا لتشرين يمكن يصير في اتفاق بين الامريكيين والايرانيين، اتفاق نووي نعم. يفضي الى يعني الى تريح الاجواء تماما على كل الملفات المتنازع عليها من لبنان، بين لبنان والعراق واليمن وغيرها. واليمن اليوم مات حدا فجر صاروخ باليستي انه عم بيحضروه تماما طبعا. وبالتالي هيدي منطقه مشتعله وهي مترابطه، واليوم الايراني له دور بكل هيدي الساحات. لذلك اذا وصلنا من هلا لوقتها على اتفاق نووي يعيد ايران اليوم الى سكه العلاقات مع المجتمع الدولي، يعني بصير ساعتها بصير عندك ايران والسعوديه وفرنسا تمام. وامريكا تمام. وروسيا هن يعني على الطاوله، انت بتكون قدمت كل التوافقات والتقاطعات الداخليه والاقليميه والدوليه اللي بتوصلك لانتخاب رئيس للجمهوريه، مثل ما حصل بانتخاب الرئيس ميشيل عون قبل يعني كنا امام فراغ قاتل
وصلت لوقت كثير فرنسا بسيط. وايران فرنسا وايران والامريكان وقعوا اتفاق مع الايرانيين اتفاق وبفي اخر عهد اوباما 2015 صحيح، وكنا بعاد على فتره الانتخابات الرئاسيه وكان مش معروف اذا بيجي اوباما أيوة او غير اوباما كانت كلينتون كانت كلينتون هي اسهمها مرتفعه فكانت وقتها وقالوا انه توازنات القوى اليوم تفرض ان ياتي رئيس جمهوري قريب من هيدا المحور وانتخب الرئيس ميشيل عون. اليوم الظروف مختلفة، إذا وصلت على اتفاق اليوم تتفاهم في إيران على ملفات المنطقة مع الغرب، تصور طبعا وما فيك تهمل اليوم دول الخليج والمملكة العربية السعودية طبعا رجع صار في نوع من التوازن، صار في توازن اليوم، السعودية دور اللي قوية ودولة محورية وتقول كلمتها. اليوم بايدن بيجي على السعودية لو كان معين، بس في نوع من التوازن ما في شك. واليوم برغم كل المآخذ اليوم على الخليج على السعودية بحرب اليمن وهيدا، أعادت هيدا التدخل العسكري المباشر أعاد شيء من التوازن اللي حضرتك عم تتفضل فيه للدور السعودي والدور الخليجي، إنه ما بقى في حدا اليوم يقول والله الخليجي بيستأجر من يحميه وبيستأجر من يقاتل عنه، لا هو موجود إلى حد ما موجود بالمعادلة بالسياسي وبالاقتصاد وبالعسكري وبالأمن وطبعا. والسعودية كله بيقول لك اليوم من أول 10 دول اقتصاداتها بالعالم القوية، وبالتالي الكل يحتاج دورة، يحتاج دورة السياسي ويحتاج دورة العسكري. وهي اليوم للأسف نحن عم نحكي بموضوع طائفي، أنت اليوم ما فيك ترتب ملفات المنطقة استاذ جلال على المعادلة اللي كانت أنه الشيعي مستضعفه واليوم الأقليات يتقدموا على أهل هذا المكون الموجود. لا، اليوم السعودية هي قاطرة السنة بالمنطقة، وفي تفاهمات جديدة انبنت مع تركيا من لما لها من دور، وبالتالي هذا المعيار بدك تاخده بعين الاعتبار. هل اليوم من الآن إلى أن يحين انتخاب موعد رئيس الجمهورية موعد انتخاب رئيس الجمهورية نصل إلى هذه التوافقات والتفاهمات الإقليمية أو الدولية؟ وقت قصير. يبدو وضعنا مرتبط بكل هذه الترتيبات. طيب أستاذ يوسف، اليوم لنأخذ العكس، أنه لنقول أنه هذا المسار تعسر، هل نحن أمام حرب بالمنطقة ومن بعد حرب بصير في تسويات ولبنان بيستفيد من التسوية؟ يعني ما في شك اليوم يعني وقت التسعين فاتوا على العراق بآب، نحن صار عنا بتشرين 13 تشرين وسكير عم بيحضروا لمؤتمر مدريد طبعا. يعني ليش واحد بيفنس يعني طبعا. عندك السعودية وسوريا وأمريكا وقتها صحيح، هلأ في عندك خمسة ستة، اليوم عندك تركيا وإيران والسعودية واليوم إسرائيل وفرنسا وإسرائيل موجودة. إسرائيل فاتت على مستوى دول حتى فاتت على المنطقة صحيح. طيب صحيح. هل إذا كان هذا السياق اللي حكيت عنه تعثر، هل نحن أمام حرب معينة؟ يعني تصور نحن بدنا نكون امام تعقيدات اضافيه، وهيدي التعقيدات يعني سيكون الى ارتدادات ظلاميه على الواقع اللبناني كما كل واقع المنطقة. يعني ما رح نقدر نفصل مثل ما انا حكيت بالمقدمه انه نقدر شوي نفصل الوضع الداخلي عنه اطلاقا. استاذ جلال، موضوع الاستحقاقات الاساسيه وخصوصا انتخاب رئيس الجمهوريه هو ليس ملف لبناني، وهذا الشيء مش عم نحكي عنه هلا، حتى ما قبل اتفاق الطائف رئيس الجمهوريه لا ياتي اليوم بخيارات لبنانيه، اليوم من 48 هذا الشيء طبعا موجود. في تماهي بين الداخل والخارج يعني، بس اليوم اللبناني ميت من الجوع يعني تماما. لكن ايضا انا بدي لك شغله، اليوم الغربي او الغرب او المنطقه ما فيها تفرض عليك اشياء انت ما بدك اياها، وانت اليوم اذا بتقدر تحد يعني تامن الحد الادنى من التوافقات الداخليه ومن التفاهمات نعم. على الملفات على الاستحقاقات فيك ساعتها تفرض خياراتك على طيب هذا عم بسأل اليوم نعم. نعم هذا بنرجع للحديث اللي قلناه نعم. بالاول اللي وطرح الدكتور جعجع انه ما فيك تجيب اليوم رئيس من 8 أدار ولا فيك تجيب رئيس اليوم مما كان يعني الصقور ما بتقدر تجيب تماما، بدك تروح على رئيس تسوية أو رئيس يعني في تقاطعات أو في توفيهمات بالحد الأدنى حوله، ساعتها ممكن توصل لانتخاب رئيس الجمهورية. وأنا بتصور يعني المجتمع الدولي ما عنده مشكلة بهذا الموضوع، بالعكس يرحب ويدعم. لكن هذا اللي برجع بقول لك، نحن للأسف الشديد ساحة لصراعات خارجية، اليوم في أطراف لبنانية عندها ارتباطات بالخارج،
هل يمكن اليوم أن يكون عندها شيء من الاستقلالية لتحرر رئاسة الجمهورية من التبعية للملفات الخارجية؟ بالمعتل الحالي بتقول لا. هل يحصل شيء من الآن إلى آخر تشرين لما بعد تشرين يؤمن هذه الفرصة؟ ما بعرف، هذا الأمر مرهون بالأيام المقبلة. بعد معنا دقيقتين بدي أسألك عن الواقع، هل بعده مقبول الواقع العدلي والقضائي بلبنان؟ صراحة أستاذ جلال تسألني هل الواقع، يعني في هيكل معين، هل بعده مقبول؟ القضائي بخير؟ لا، منه بخير، بس احنا عم نحكي بخير، وهيدي المراجع القضائية تقول هيك، حتى رئيس مجلس القضاء العلني نعم بحرم اللي هو يعني في من النزاهة من القضاة القليلين اللي وصلوا لهذا، ما يقول لك انه وضع القضاء منه بخير، بس القضاء لا ينفصل عن واقع الدولة. لكن انا بقول لك انه الجسم القضائي بعد فيه كتير من الرموز ومن الأشخاص اللي عن جد تراهن عليهم وبترتاح لوجودهم. وأنا بقول لك أكثر من هيك، أكثرية الجسم القضائي هني من الأشخاص الكفؤين المحترمين النزيهين اللي عندهم ضمير وبيحكموا بالعدل وحريصين على إبقاء أو حماية هذا الجسم القضائي. نعم اليوم في خلل، اليوم في تصدعات، ولكن هل انهار هذا الهيكل؟ بقول لك لا، ان شاء الله ما انهار وان شاء الله ما بينهار. انا بتصور اليوم عندك انت مؤسستين بشكل ضماني للبلد، الجيش مع القوى الامنيه والقضاء، هذا لازم هودي اثنين نحن ندافع عنهم، ونحن اذا بنفرط فيهم بنكون عم نهدم بلدنا ونهدم دولتنا، لانه مش بالسهل اليوم ان نحن نروح لا صباح الله لحاله شبيهه بالحاله العراقيه لما كان هذا اللي حل الجيش وحل القضاء. بول برينر، بول بريمر صحيح، كان يلبس هرنجة صحيح، وفرط لهم الجيش، فرق لهم القضاء وفرط لهم المؤسسات وقال تعالوا نبلو، أخذهم على فوضى وأخذهم على اقتتال داخلي. هل نحن اليوم بدنا نوصل؟ الله لا يقدر. لا، اليوم الجيش موجود ومتماسك رغم وضعه الصعب، والأمن الحمد لله جوزيف عون ويحسب له هذا. وأنا بتمنى إذا اليوم وصلنا بالبلد لتفاهمات على موضوع انتخاب رئيس، نأمل أن يكون في توافق على قائد ليش، لأنه رجل عن جد يستحق أن يكون بموقع المسؤولية بالمرحلة المقبلة وبإدارة البلد، لأنه تجربته كتير مشجعة. وأنا ما بعرف، بيعطي ثقة، بيعطي اطمئنان. أنا عن جد على الصعيد الشخصي ما بعرف، ولكن أنا بيريحني هذا الشخص، عرفت علي كيف؟ إن شاء الله يا رب، إن شاء الله القضاء والجيش بيكون بخير، أن تبقى مؤسسات الدولة ولو ضعيفة ولو يعني ضعيفة أفضل من أن تزول. أستاذ يوسف دياب نعم، أشكرك من تلفزيون لبنان وأهلا وسهلا فيك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير.